النهاردة عندنا سؤال مهم جدا، رأيك ايه في قرار الاهلي بعدم التجديد لحسام عاشور وقبول او تلبية رغبة شريف اكرامي انه هذا الموسم يكون اخر موسم بالنسبة له؟ اوافق او ارفض؟ بتبعتولنا على صفحتنا على سوشيال ميديا على اون تايم سبورتس اي جي، وهنقول لكم نتيجة الاستفتاء. والحلقة شغالة، يعني احنا مشغلين الاستفتاء سواء على صفحتنا هنا صفحة البرنامج او على صفحتي الشخصية.